تعال نروح على مسلسل كامل العدد بلس ون، والمسلسل ترندنج يعني، ومش ترندنج بس، المسلسل هو نمرة واحد في الترندات تقريبا، وخصوصا الحلقة الأخيرة بتاعته واللي كل الناس كانت مبسوطة منها، والناس قاعدة عمالة بتكتب عليها ريفيوز، المشاهدين العاديين، الـ 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 النقاد، الصحفيين، الناس كلها بتتكلم عن هذا المسلسل اللي بيحمل طابع اجتماعي كوميدي. ومعانا على التليفون مخرج هذا المسلسل، أحد أهم مخرجينا، خالد الحلفاوي. ازيك يا أستاذ؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. جميلة دي. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله ماشي الحمد لله. هل كنت تتوقع انه المسلسل ينجح بهذا الشكل، يبقى نمرة واحد؟ انا ما بتوقعش وما بيشغلنيش واحد واثنين وثلاثة واربعة. حلو. انا ببقى فيا اللي مكفيني وعايز اعمل احسن حاجة عندي ويطلع زي ما يطلع، واحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة. المهم انا بقى وانا نايم بالليل كده بقول انا عملت اللي عندي وربنا يكرمني. وانت ما بتتوقعش وفيك اللي مكفيك، بس فيك اللي مكفيك من ايه بقى؟ هو ده السؤال. المجموعه كانت صعبه ولا ايه؟ لا طبعا المهنه بشكل عام ما بتسب، يعني ما اعرفش الناس ازاي بتشغل بالها بالتوقعات والترندات عمليه خلق مسلسل دي مرهقه جدا، بتاخد الوقت كله، وفي نفس الوقت ده دي أذواق يعني. طبعا انت ممكن تعمل حاجة انت شايفها حلوة جدا وما تنجحش، وممكن حاجة تانية تبقى شاطر عنها بنفس القدر وتنجح. فما بقعدش افكر يا ترى هنبقى نمرة كام والترند مش شغلتي. انا شغلتي خلص. انا احييك جدا. ربنا يخليك. شكرا والله بجد، احييك جدا جدا يعني. ربنا يخليك. ميرسي جدا. عارف الخليفة المأمون؟ طبعا. فالخليفة المأمون كانوا دايما يقولوا عليه ابن أبيه، فهو انت عامل زي المأمون برضه. والله ربنا يخليك. والله اصل الاستاذ ده يعني مش ممكن، انت مش متخيل يعني محبتي الشخصيه ليه اصلا عامله ازاي، وطبعا كلنا تقديرنا ليه والفن وثقافته والمحبته اللي دايما ظاهره مع اللي يعرفه واللي ما يعرفوش. فانت ابن ابيه جدا. الجمله اللي قلتها دي، انا مش شاغل نفسي بالترند، انا شاغل نفسي بشغلي. فده الاستاذ نبيل قوي قوي يعني. بقى عندكم ليه بقى؟ لا والله يعني ده خير خلف والله والله بجد. والله ربنا يخليه لنا يعني ويطول لنا في عمره دايما. فمساله مش شاغل نفسي بالترند دي، عشان كده انا فعلا بحييك عليها. طب سؤال، ساعات كتير انه لما بينجح عمل بيبدا يدور في الاذهان انه وليه ما نعملش جزء تاني؟ طبعا. انت ايه رايك؟ انا اصلا ما كنتش عايز اعمل الجزء التاني اللي اتعرض ده. يعني انا بعد نجاح الجزء الاول قالوا لي يلا بقى جزء تاني، قلت لهم لا يا جماعه انا ما بحبش حكايه الاجزاء. لانه خلاص الحدوته بدات واتقفلت ونجحت، لازم نقعد نحلب فيها لغايه ما تجيب دم. مش ما من هل احنا ما عندناش خيال ان احنا نعمل حاجه تانية جديده؟ هل هنستسهل عشان ده نجح؟ فكنت رافض الفكره الى حد كبير، الى ان قعدت مع رنا ويسر المؤلفين. ايوه. وحكوا لي الخطوط العامه اللي ممكن نتكلم فيها، فابتديت اسخن كده وتلمع في وتخيل الولاد وتخيل الحكايه، قلت لهم ماشي ده حلو، ده نقوم يلا نعمله. في نداءات عامه دلوقتي بشوفها على النت ورسائل بتجيني بتاع جزء ثالث جزء ثالث. ده يتوقف برضو على نفس الشيء، لو عيني لمعت تاني يبقى في حدوته تاني. لو مش لاقيين حاجه نقولها بقى خلاص، يعني زي ما بيقولوا مصمطنا الخطوط كلها، يبقى ما يصحش تاخد حاجه ناجحه وتفضل تكرر فيها لحد ما تبوخ وتسيب الناس على ذكرى مش الطف حاجه. صح. يعني لما اتعمل زمان ام العروسه وبعدها بسنين اتعمل الحفيد، خلاص كده تمام، كده كان كفايه. فلو انه في ورق جديد حلو يعمل الجزء الثالث ويقنع خالد الحلفاوي كان بيها. ابقى متخلف لو قلت لا. لو ورق حلو خلاص انت مستني ايه؟ حد يلاقي ورق حلو؟ طبعا طبعا طبعا. انما لو مجرد انه جزء ثالث عشان اسمه جزء ثالث وخلاص،
هنبقى بننط وتبقى الحكايه بايخه للدرجه. لا ما تدور لك على حاجه تعمل نجاح جديد. صح والله العظيم انا مبسوط وفرحان بيك وبحييك للمره الثانيه والثالثه على التوالي. ربنا يخليك وحقيقي بجد هتشرف جدا لو نورتنا في الاستوديو. شوف وقتك شوف وقتك يا ريت. ده احنا اللي يا ريت. انا احب جدا ان انا اشوفك ونقعد نتكلم مع بعض كده. شكرا جدا 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 لمخرج مبدع واضح صريح جريء مش نحيت، ودي حاجه مهمه جدا. يعني مساله بالظبط مش نحيت يعني، وايه يعني ترند ولا مش ترند؟ انا ماليش دعوه انا بشتغل. نعمل جزء تاني لما يكون الموضوع يستحمل، نعمل جزء تالت لو، لكن لو مفيش خلاص. شوف وده برضو هنا هو فعلا استاذ خالد الحلفاوي المخرج الكبير والمهم والرائع، وطبعا زي ما حضراتكم اكيد عارفين هو ابن استاذ الاساتذه الاستاذ نبيل الحلفاوي.